ختام مقابلتنا معك، ايش النصائح اللي والتوجيهات اللي بتقدميها للرياديين والشركات الناشئة في العالم العربي؟ انا يعني من الحاجات اللي بحس انها بتفرق جامد جدا، انه اي حد بيبتدي مشروع او بيبقى عنده شركه لازم يبقى مقتنع 100% باللي هو بيعمله، لانه الكونفيدنس او الثقه اللي انت بتديها للمنتج بتاعك او للسيرفيس بتاعك حتى لو كان لسه فكره هتفرق تماما في ازاي الناس هتستقبله، ازاي شركتك دي مستقبلها هيتبني. وما تخافش ان انت تغلط وما تخافش ان انت تخسر، لانه اي ثينك انه كل مره بتغلط وكل مره بتخسر انت بتتعلم 100 حاجه قدامها. لكن لو خفنا احنا عمرنا ما هنكبر. لو مشينا طول الوقت very very calculated risks definitely مش هتقدر توصل بالسرعه اللي هو انت بتتمناها. فاي ثينك ذس از ا ميكس هتقدر تخلي اي حد يوصل سريعا ويقدر يلاقي الطرق اللي توصله اسرع. ثانك يو كثير شيرين على وقتك معانا، شكرا. ثانك يو، ات واز ا بليجر.